من وراء هاي البسطة كم ولد وبنت درست؟ 3 طلاب الحمد لله رب العالمين. طب هندسة حاسوب، وحدة إدارة أعمال. 5 بنات وثلاث أولاد. درست 3 أولاد وبنت. بنت إن شاء الله السنة الجاية توجيهي. يعني هذا شغلنا مصدر رزقنا، يعني هذا الحمد لله رب العالمين. والله الحمد لله أنا عندي ستة 3 أولاد وثلاث بنات. قالت في عندي البنت الثالثة أعمالها بتدرس أدب عربي السنة الرابعة جامعة، الحمد لله رب العالمين. من خلال شغلك على البسطة كم ولد وبنت درست؟ والله أنا درست يعني خلينا نقول بنتين. أنا يعني بخلال 30 سنة زواج يجوني بنتين. اجتني بنت بعد 11 سنة وجتني بنت بعد 23 أو 24 سنة. قالت عندي بنت بتدرس بالجامعة تخدير وعندي بنت بتدرس بالصف الأول. 3 طلاب الحمد لله رب العالمين. طب عندي ولد في كوبا بدرس طب بشري، وعندي بنت في النجاح بتدرس دكتور صيدلي، وعندي بنت بتدرس تمريض، والحبل على الجرار. ناوي تكمل للباقي؟ إن شاء الله تعالى. تقريبا 2 بس. هذا الوقت من الأول، هذا من الأول مش من اليوم، قبل الحرب هذا الحكي. الوضع اللي احنا فيه هلا يعني مصروف الواحد بطلعوش. والله أنا عندي 3 بنات وولدين، 2 بدرسوا بالجامعة وبنت بالمدرسة وولد بالمدرسة. إيش بدرسوا بالجامعة؟ واحدة هندسة حاسوب، واحدة إدارة أعمال. عم من خلال شغلك على البسطة كم ولد وبنت درست؟ 3. 1 خلص جامعة و2 ما وفوش، ضربوا بريك، خلصوا توجيهي وبس. بس إنك درست جامعة؟ درسناه. احكي لي ايش درست؟ تربية. وكل دراستك كانت من خلالك؟ من خلالي. 5 بنات وثلاث اولاد. ايش درست؟ واحدة درست عربي، واحدة ادب انجليزي، واحدة محاماة، لليوم اصغر واحدة محاماة، بعدين كلهم شاطرات يعني البنات. وواحد درست الاي تي البرمجة. هذا ايام الشغل وايام العز مش اليوم. هذا الحكي من 10 سنين، ايام ما كنا نشتغل يعني موظف، اليوم فيش اليوم يعني انجا يطلع مصروفه. عم من خلال شغلك على البسطة كم ولد وبنت درست؟ بدرسوا لغاية توجيهي اعدادي، ممكن يدخل جامعة اول قسط او ثاني قسط، بس ما فيش امكانية مش علميا ماديا تطبيع الاقساط الجامعة وتكاليف الجامعة. صعب جدا، لانه مش بس اقساط، كمان مصاريف الجامعة المدرسية القرطاسية بسموها يعني برضه مرتفعة. بعين الله.